السلام عليكم جماعة الخير، معكم عادل من قناة انثني جيم. اليوم رجعنا لكم بلعبة راجي ان انسنت ابيك يا جماعة الخير. في الفيديو السابق قدرنا نفتح الجسر اللي وصلنا الى الجهة الاخرى من المنطقة يا اخوان. انزين قدرنا نفتح الجسر، فعسى اليوم نحصل بو يتمصر يا اخوان، اللي هو طبعا قول يا جماعة، فعسى نحصل اليوم في هذا الحلقة يا اخوان. طيب يلا نلعب. طيب يا جماعة هنا وصلنا في الفيديو السابق، كما قلت لكم فتحنا الجسر اللي هو هذا الجسر اخواني اللي راح يوصلنا الى جهة اخرى من المنطقة يا اخوان. ما اعرف ايش اللي راح ينتظرنا هناك، ولكن اللي اعرفه انه راح نموت. اوكي يا جماعة اتوقع انه راح نموت، فخليكم جاهزين يا اخوان. انزل شي باب يا اخوان، الباب فجأة وحدة، فانتوا باغيني اروح عند هذا الباب اللي قاس يدور ما شاء الله. لا الباب ما يتفتح مره واحده، يتفتح مرتين يا اخوان، هذا يسموه الباب الاكستندبل، فهمتوا عليه؟ الباب اللي يتفتح اكثر عن مره فيسموه اكستندبل يا جماعه. وش هذا؟ في شيء يا اخوان، هل هذا سلاح ولا ايش؟ وش هذا يا اخوان؟ في شيء اتوقع سلاح يا اخوان، سلاح جديد هذا. يا ساتر هذا الدرع يا جماعه، درع وسيف، سلاح جديد والله، حصلنا سلاح جديد يا جماعه، ممتاز. عجبني السلاح. لا لا بعد اسمه ذاك يسموه شيء اسمك شيء شعله في ال ايش يسموه هذا، في الدرع والسيف يا اخوان. زين حصلنا سلاح جديد، فهذا الشيء ممتاز يا اخوان، البدايه ممتازه في هذه الحلقه يا اخوان. البدايه زين، لا 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 تنسقوني مره ثانيه كذا. زين اوكي اوكي، كالعاده اكس يا اخوان، الاكس طبعا يكون وش لايت اتاك يا اخوان، والمثلث يكون وش هيفي اتاك. انزين فالمثلث دائما يكون وش ضربات القويه، اما المربع يكون ضربات الخفيفه يا اخوان. انزين هذا وين راح؟ هذا وش اسوي؟ ايوه اوكي، شفت الدرع يا اخوان؟ شفت الدرع؟ شوفوا الدرع ممتاز جدا. اوكي زين تعال، هذا معناته يا اخوان ما يعطوك درع ببلاش، يعني اكيد راح يكون فيه سالفه، يعني هذا الدرع راح تحتاجه في شيء يا اخوان. انزين راح تحتاجه في شيء، لكن هذا البيكاتشو يا اخوان تعرفوا ايش يبان قص ذا الذل. ايوه ترى ملغني والله، الحين ثلاث حلقات وهو يملغني، الحين ثلاث حلقات وانت تملغني يا حبيبي. تعال تعال تعال، ايوه عندي درع حبيبي، تو تعطيني براسك ما ينفع، هذا الراس الكبير ما بيفيدك الحين، عندي درع صار. ايوه اقدر اصد الضربه. تعال تعال، شفت كيف؟ والله صراحه مفيد يا اخوان، مفيد الدرع مفيد، ولكن السيف قليل يعني بطيء شويه، بطيء يا جماعه، ما واجد بطيء لكن بطيء. ايوه هو ما واجد بطيء يعني، لكن وش انا ما اعرف احس بطيء، انتم فهموها بطيء ولكن ما بطيء يعني متوسط. ايوه متوسط وقيم بعيون، والله ذيلا اسوأ اسمه عدا عندي يا اخي، ملغان ذيلا ملغان ذيلا، تعرف ايش لازم نسلهم هذا لقيهم من خلف، لكن وش من خلف يا اخوان؟ يا اخوان ايش من خلف هذا؟ لحظة انا عندي درع، ليش ما استغل الدرع؟ ما يضرب، انا عندي درع يا حبيبي، فالدرع راح يفيني، راح يفيني كثير في مقاتلة هذا العين الخايس هذا. زين لحظة ايوه كذا، لما يضرب يبلع خلاص، كذا بيكون الشغل، اول ما يطلع الليزر من عيونه يا اخوان استخدموا الدرع. ايوه انا حللت الحين، حللت. زين وين اروح؟ هنا لا ما في شيء، لا هنا ما في شيء يا جماعه، فاتوقع ننزل تحت، ننزل تحت عند ذيلا اللي منومينهم مغناطيسيين، بعدكم انتم نايمين. اوكي انا بقيكم بعدين لحظه، قبل ما ننزل في هذا اللفت يا اخوان خلونا نشيك هنا. ايوه حصلنا شيء، شفتوا كيف يا اخوان؟ لا تستعجلوا، نفس هذا الالعاب لا تستعجلوا، اول شيء تشيكوا بعدين كملوا. انزين ايوه كملوا طريقكم بعدين، يعني اول شيء تشيكوا. انزين انا بنزل الحين، انا بنزل، فعسى يكون تحت ما في شيء تحت يعني ينتظرنا. ايوه عسى يكون ما في شيء ينتظرنا تحت. انزين اوكي، احس انه يعني في شيء ينتظرنا يا اخوان، احس انه في شيء ينتظرنا، احس انه في شيء. اول شيء بنروح هذا الصوب. اوكي حصلنا اللي هو الهيلث. اوكي الحين الهيلث مال فل يا اخوان، ف this is very nice له. اوكي this is very good عمل. ايوه خلونا الحين نروح هنا، اتوقع هنا الطريق يا جماعه، فالحين راح نحتاج ذاك الورقه، انا بعدني ما اعرف ايش يسموه هذا الشيء،
زين هذا اللي كنا طحالب، لكن اللي عرفه انه ورقة هو وشي سمكة تحت. شفتوا السمكة يا اخوان؟ شي سمكة اوكي جامبو. زين ما غرقتي هنا شيء لغز بالضبط. شيء هذا اللغز كالعادة لازم نحل هذا الرسمة اللوحة الفنية يا اخوان. اوش الكبير يا اخوان راح نجيبه هنا. انزين راح نجيبه هنا حلو. والصغنوط هذا لحظات، وهذا الصغنوط ايوه خليه هنا بالضبط كذا، وهذا نجيبه تقريبا هيجي هيجي. انزين ايش اللي باقي؟ في حاجة باقي يا اخوان. لحظة اتوقع هذا نجيبه هنا ايوه، وهذا نجيبه هنا. انزين يا جماعة نجيبه القسم هنا، وهذا الصغنوط عاد نجيبه هني، وكذا نكون حلينا اللغز هذا اللي خايس. اوكي خلونا نكمل. انا ما اعرف ليش قاعد احل هذا اللغز، لو سحبت عليه كان احسن، ولكن يغصبوك يعني يا جماعة لازم تحل اللغز، إذا ما حليت اللغز ما يخلوك تكمل اللعبة يمكن يطردوك من اللعبة بعد. أوكي الحين بنروح هنا فوق. إنزين بنروح هنا فوق وينتظرنا حاجات هناك يا أخوان، ينتظرنا حاجات. أوكي هذا الشهر يا جماعة راح تنزل ألعاب قوية ترى، نفس Resident Evil Village ولعبة ثانية إيش يسموها كل لعبة، في لعبة راح تنزل ونزلت لعبة اسمها وراح تنزل لعبة ريتشيرنال. صراحة كل لعبة جبارة يا اخوان، لكن اللي سمعته ان اللعبة مرة صعبة يعني نفس الالعاب الدارك سولز. فاذا كان معي بك لعب دارك سولز لا تلعب هذا اللعبة، لان اذا مت تعيد من اول. تخيل انتو اصعب عن دارك سولز، لان لحظة انا قصة مردغ، انا قصة اتكلم يا اخوان قصة مردغ. لحظة انا انسى ان عندي درع، ما متعود بعد استخدم درع. لحظة يا عزيزي لحظة، انا بموت يا اخوان. انا حصلت هلف انا ما عندي خبر. كذا السالفة ليزرينج على صوبين. اوكي لحظة انا بستخدم هذا. ما مات ما لافه. كيف يا اخوان ما لافه؟ اشرحوا لي كيف ما مات كيف ما مات ولا كيف ما لافه، قصدي اختار واحد. انا بختار اضرب عزيز. انا خلاص والله انك هذا ما احس ان ما حبيت السيف يا اخوان، افضل الرمح. الشيء الوحيد اللي فناه في هذا السيف اللي هو طبعا الدرع، يعطوك مع الدرع، ولكن السيف احسه ضعيف. ولا انا اللي ما اعرف والله ولكن احس انه ما عجبني السيف. هذا اشوف اغير رمح، بقرب الرمح. انا افضل سلاح عندي في هذه اللعبه احس انه الرمح هو المفضل يعني عندي انا. زين يا اخوان هذه اللعبه اللي قاعد اتكلم عنها اللي اسمها ريتيرنال. لحظه يا جماعه برجع بخبركم بعد هذا الفت، بعد هذا الضرابه بخبركم. انا الحين في ضرابه. اوكي انزل حبيب. لحظه شوي ايوه ابلع انت. هذه قصه ضربن، ما في حد هناك، ما كان حد فيه. ايوه هذا موجود، لكن هذاك الاول كان ما موجود. انزين يا اخوان ايوه لا تستهين فيها، هي صاحيه قويه تقول. انزين يا اخوان هذا اللعبه مرة يقول ان اللعبة صعبة. تخيلوا انتم مثلا وصلتوا مرحلة، قولوا مرحلة يعني منطقة ثالثة، انزين اذا متوا في هذاك المنطقة ترجعوا الى المنطقة الاولى مرة ثانية. ما في شيء اسمه تشيك بوينت في هذه اللعبة، انزين يعني تموت تعيد من اول. تخيلوا انتم بس تخيلوا كيف هذه اللعبة، يعني هذه اللعبة يجلطك انزين تموت ويجلطك مرة ثانية وتموت كذا، يعني في جلطات في يعني في الموضوع. انزين يا اخوان انا وين رحت؟ انا ما اعرف وين اروح، انا ما اشوف شيء ترى، الكاميرا ما قال سيدة ترى. هنا 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 يا جماعه. انزين انت تخيلوا كيف يعني، كيف اللي سوى هذا اللعب يا اخوان انسان ما صاحي، تموت انت واصل المنطقه الثالثه الرابعه تموت ترجع من اول. ليش لا وازيدكم
حتى الأسلحة اللي انت حصلتها يروح، يعني ترجع كأنك توبالي تلعب. أنا حبيت اللعبة، لكن لا لو اللعبة حلوة بصراحة يا أخوان، لكن اللعبة طريقة اللعب ممتاز جدا، ولكن كما قلت لكم اللعبة صعبة، ما حل أي حد. اللي يحب يلعب دارك سوز بيعجب هذا اللعبة، اللي ما يعجبه لا يلعب لأنه بيطلع منه. وطبعا ما نسي لعبة دارك سوز ما في أسلحة سوالف، يعني ما في أسلحة قصدي، يعني هذا اللعبة يسموه روغ لايك، يعني يساف فيها أسلحة، يعني مش سيوف، ما نفس الدارك سوز، يعني ما شيء سيوف، شيء سيف ولكن مش نفس الدارك سوز. فهمتوا علي صح؟ فهمتوا علي أنتوا؟ يعني ما نفس دارك سوز، دارك سوز كلها سيوف، سيوف سوالف، سيوف مطرقة رمح وش بعد فاس انزين. اما فلك اللعبه كلها سلاح، يعني مسدسات شتجن رشاش وكذا. ايوه انا سحبت على هذا اللعبه، قلت اتكلم عن لعبه ثانيه. اوكي ما مشكله يا اخوان، بعض الاحيان لازم تشوح. تشوح ايش معناته؟ يعني لازم تطلع عن الموضوع انزين. فايس اوكي انا الحين طلعت واجد، لكن لحظه يا هذا صوب فيه، هذا صوب فيه شيء هنا؟ هل في شيء هنا؟ في حاجة هناك؟ لا ما في حاجة. يلا اقحم جمبو زين يا اخوان. وهذا اللعبة حصرية، يعني اللعبة حصرية للبلايستيشن 5، وانا للأسف لحد الحين ما اشتري بلايستيشن 5 زين. فعسى اشتري بلايستيشن 5 اقرب فرصة، لاني اريد العبها بصراحة، اريد العبها في القناة. انا ما اعرف اذا بسوي يعني سلسله كامله عن هذه اللعبه، ولكن يا اخوان اوكي لان اللعبه صعبه بصراحه، وراح ياخذ يعني مجهود كبير تصور هذه اللعبه. فهمت علي صح؟ راح ياخذ مجهود كبير، وانا قصدت مرضخ بشكل فظيع. لا يا حبيبي لا 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 لا، كذا ما يصير، كذا ما يصير يا اخوان. لا لا لحظه 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 شوي، انا بموت. ايوه احتاج درع هنا يا اخوان، هنا اتوقع احتاج اي درع اخوي، ما ينفع درع ذيلا. انا ميت اخوان والله العظيم ميت، لا انا ميت خلاص. ايوه اضرب اضرب، انا بموت اخوان بموت والله العظيم. كيف 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 بقتلهم يا جماعه؟ كيف بقتلهم؟ فهموني. الليزر من كل صوب يا اخوان، المنطقه والله المكان يعني صعب يا اخوان، المكان صعب يا جماعه. هذا لا ما يرحمه والله، هذا لا ما يرحمه والله، ما يرحب يا جماعة، ما قاس امزح. الحين يمكن مت ثلاث مرات، اتوقع اني مت ثلاث مرات يا جماعة، حتى ما اعرف كم مرة مت، لا اعرف اني قاس اموت. انزين يا اخوان يا حبيبي، ما كذا تضرب، ليش تضرب كذا؟ صح انا ليش تضرب كذا؟ كيف تريد يضرب؟ انزين بقى واحد يا اخوان، بقى واحد، تعال لو حصلت هيلث ممتاز، تعال 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 اضرب. او ما يضرب يا اخوان، يبلع كذا يا جماعه. انا الحين فهمت ليش اعطوني هذا الدرع، اعطوني هذا الدرع لاني قاسي اموت. اتوقع يا اخوان بعدني بيجيو، لا على بال بيجيو مره ثانيه، على بال بيجيو مره ثانيه يا اخوان، لكن ما جيو. الحمد لله. انزين يا اخوان وش كنت اقول؟ انا نسيت يا اخي، اتوقع اللي كنت اقول ان اللعبه صعبه، هذيك اللعبه اللي اللعبه الحصريه للبلاي ستيشن. لحظه لحظه اوكي اوكي اقحم زين، بخليه هنا. ايه شايف انك السمك والله عرفت، والله عرفت يا اخوان عرفت، خليهم يروحوا، عرفت ان هذا قسمه يا زبال. خلي انزل انزين يا اخوان، واللعبه حصريه للبلايستيشن 5، اللعبه حصريه للعيون. انزل اضرب 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 واشرب اشرب اشرب اوكي جمب ابلع. ايوه كذا 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 يا اخوان، يبالهم كذا بس. ايوه يلا يلا، هذا مشكلتهم يا اخوان، ان ايوه مشكلتهم ان قاسي اموت، مشكلتهم ان قاسي اموت. درع 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 درع، ايوه درع درع، اهم شيء درع، اهم شيء درع. ايوه اعطيني هلف، اعطيني هلف، اريد هلف. ما اعطاني شيء والله، ما اعطاني شيء ابدا بعد. تعال تعال هنا شوي، ايوه تعال. ما يصيبهم يا اخي، ليش؟ هل انا قاعد اقحم غلط ليش؟
ايوه الحين صابه ذيك الساعه ما كان يصيبه ما اعرف ليش. تعال تعال ايوه بقيت انت وحدك اذا بغيت انت وحدك تموت بسهوله بعد. ايوه اما تجيب اصدقائك معاك لا كذا ضرب ايوه كذا ضرب 1v1 حبيبي 1v1 ايوه خلاص كذا تموت انت اقلع العين. اوكي وين نروح هنا؟ وين الطريق؟ هنا هنا الطريق يا جماعة. زين لحد الحين هذه المنطقة يا اخوان اصعب منطقة لعبتها لحد الحين في هذه اللعبة اصعب منطقة. تتخيلوا هذه اللعبة احس انها صعبة كيف ذيك اللعبة اللي قاعد اتكلم عنها قبل شوي؟ ذيك اللعبة اتوقع اذا انا اموت كذا كان شربت ماء يعني. زين وش هذا؟ جايما جايما من جايما سمعي جايما هذا حروز مع حروز ما اريد انا ايوه جايما انا ما افهم هذه اللغات ما افهم هذه اللغات هذيل يا اخ والله العظيم بس هلكتوني والله هلكتوني خلاص عرفنا عنكم عيون عنكم ذا الليزر فهمت خلوني في حالي ايوه انا احكي قاعد ادور ذاك بمصر وانتو قاعد اوكي 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 كذا بديت اعصبني ترى والغم ما يموت بسهوله يا جماعه الغم انه ما يموت بسهوله احس ان راح نواجه زعيم يا اخوان انسان راح نواجه زعيم قريب جدا فيري سون يعني راح نواجه الزعيم فليتس جو ابستيرز وات وي كان دو ناو اي دونت نو مان كان يو تيل مي بليز اي دونت نو وات تو دو من رانجدايز من هذا ذكر رسوم يا اخوان هذا رانجدايز اوكي شيء نافورة يا اخوان النافورة جميلة جدا انزين شكله مرة ثانية امشي بعيون لا تجيبوه ايوه هذا العادي لكن بعيون ما اريد لحظة انا ما فهمت هذا من شله وش يصير كان يعطيك طاقة ليش ما فهمت بالضبط وش يعطيك هذا اللي عارفه انه بتبلعه ضرب هذا اللي عارفه لحظة شوي ايوه لحظة انا عندي موضوع معاك حبيبي هذاك ما شاف شيء ترى شاف ضرب بس شاف سيوف ايوه ايش فيك ايوه كلمني تعال لا تعال انا ناديك انا هذي اللي بالهم عقب ايش وين الرمح مالي ما راح بقصد السهم ايش رايكم ما لافهم حبيبي قصف ما قصف حتى انا عندي قصف زين ما وحدك عندك قصف ايوه اوكي لحظة غير لحظة شوي ارجع اسمه ايوه استخدم رمح هذي لحالهم رمح يا جماعة كل عدو ونقطة ضعفه هذيلا رمح هذيلا رمح يا جماعة لا تستخدموا لا السيف ولا الاسهم هذا بس يبالي مش يبالي ماذا رمح اما هذيلا اسمه السيف لازم تستغل اسمه ذاك الدرع مالك لانه شفت كيف يضربوا بالليزر وانا بموت يا اخوان احس اني بموت انزل انا بموت ايوه ابلع يا عزيزي هدي خلينا نخلص على هذا لان هذا مصاب بعد مصاب اي مصاب هذا بعد يقولنا بعد ما بطلت العيون صح لحظة يا حبيبي انا بموت يا اخوان والله بيقتلوني اعطوني هيلف كذا اللعبة تحول فجأة دارك سولز يعني ما في هيلف اوكي انا ميت يا اخوان انا متأكد اني بموت خلاص انا ميت ما بقل شيء من هيلف مسحوا معاي انتم ما بتعطوني هيلف يا اخوان كيف اضرب ايوه فرصه يا جماعه هذاك ما يقدر يضربني هذاك ايوه ممتاز انزل تعال اضرب اوكي 1 في 1 اوكي متفاهمين ايوه صار فل هل. عندي هل فل يا جماعه اوكي لا تقول في واحد يا حبيبي على بالي وين اروح هنا ولا وين
ايوه اتوقع هنا يا جماعه، اتوقع هنا نروح. لا هنا ما في شيء. وين عقبنا؟ نركب هذاك نركب هنا درج نروح هنا. ايوه شكله هنا طريق يا جماعه، شكله هذا رجل من هذا رجل من ايش هذا الرجل؟ اقول لك صار عنده مقاص اظافرك. شوفه مقاص اظافرك. اوكي نروح فوق يا جماعه. Let's go upstairs. ايوه نروح هنا، شكله هنا بيصيح الفت. الحين بيصيح الفت يا اخوان، شكله اتوقع اسمع صوت، اسمع صوت واحد عملاق يا اخوان. سمعوا صوت؟ في واحد عملاق يا جماعه، شكله ذاك العملاق انتظرنا فوق يا اخوان، انتظرنا فوق. انا متاكد اني انتظرنا فوق، متأكد يا جماعة ان انتظرنا فوق هذاك العملاق. انسين، وانا راح انهي هذا الفيديو في هذا المكان. اضغطوا لايك والشير والاشتراك يا جماعة الخير. كان معكم عادل من قناة Infinite Gaming، منتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.